بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الفيديو الأول عن فحوصات الهيماتولوجي تيست اللي بتنعمل للبلورال فلويد. وصلنا الآن لفحوصات الكيمستري تيست. طبعا وهذه الفحوصات يا جماعة بدنا ننتبه إنه بالجدول السابق حكينا عن الفحوصات اللي بتفرق ما بين الترانسيوديت والإكسيوديت إفيوجن. اليوم بدنا نحكي عن فحوصات إضافية كمان بتنشغل على البلورال فلويد زي الجلوكوز والبي اتش والاي دي اي اللي هو اختصار لإنزيم اسمه أدينوسين دي أميز يفرز من الليمفوسايت سيل والأميليز. إيش أهمية هذه الفحوصات للبلورال فلويد وإيش الأهمية الطبية لإلها؟ مثلا لو جينا لفحص الجلوكوز عادة لو اشتغلنا ولقيناه قليل عادة بنتوقع يقل الجلوكوز في حالات الروماتويد انفلاميشن أو لو كان في عندنا بكتيريا زي حالات البيريولانت انفكشن. طبعا لما بيقل الجلوكوز بيزيد اللاكتيت، اللاكتيت بيزيد في حالات البكتيريا الانفكشن. طبعا حكينا عن الترايجليسرايد بيزيد في حالات الكايلوس افيوجن والكوليسترول بيزيد في حالات السودو كايلوس افيوجن، هذا لو كانت العينة ملكي. البي اتش تقل في حالات الرابتشرد ازوفيجس، ايضا تقل في حالات النيمونيا الغير مستجيبة للانتيبيوتيك. الاي دي اي ادينوسين دي امينيز حكينا بيزيد لو كانت الليمفوسايت عالية، والليمفوسايت بتعلى في حالات التوبركلوسيس وبحالات المالجنانسي. الأميليز بيعلى في حالات البنكرياتيتس، أيضا بيعلى في حالات الإيزوفيجال رابتشر، كمان في حالات الماليجنانسي. ثلاث أسباب بتؤدي إلى زيادة الأميليز. نيجي الآن لأنبوبة الميكروبيولوجي. طبعا السيروس فلويد زي أي فلويد بنزرعه عشان نشوف إيش أنواع البكتيريا اللي ممكن تظهر في عينات البلورال إفيوجنز. طبعا اكثر بكتيريا موجوده في حالات البلورال افيوجن ستافيلوكوكس اوريس، انتيروبكترياسي، الانيروبيك بكتيريا، المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس. طبعا بنعمل جرام ستين وكلتشر سواء كان ايروبيك او انيروبيك، نعمل اسيد فصل ستين للكشف عن المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس. طبعا نعمل كرش المايكوبكتيريا كلتشرينج performed on pleural fluid when clinically indicated. ممكن اشتغل كمان على البلورال فلويد سيرولوجي تيست لو بدي اتاكد هل في نون انفلاماتوري رياكشن بصير او لا، او immunological رياكشن خصوصا في حالات الروماتويد ارثريتس بكشف عن الروماتويد فاكتور، او بشتغل فحص الاي ان اي. في حالات الماليجنانسيز ممكن اكشف عن تيومر ماركرز زي CEA كارسينو امبريونيك انتيجين، ممكن اشتغل CA125 للكشف عن الميتاستاتيك يوتراين كانسر، CA15.3، CA549 هذا بريست كانسر. لكن اهم تيومر ماركر اللي نحكي عنه بكشف لي عن البلورال او اللانج كانسر اللي هو بدنا نحفظه اللي هو CYFRA 21-1، هذا تيومر ماركر بكشف لي عن اللانج كانسر. طبعا هو يعتبر بيعطينا دايجنوستيك انفلاميشن انفورميشن اباوت ذا لانج كانسر. قدامنا يا جماعة شرط جدا مهم، جميع الفحوصات اللي قدامكم احنا حكينا عنها من البداية. طبعا حكينا للتفرقة ما بين الترانسيوديت واكسيوديت بنشتغل فلويد تو سيرم بروتين، فلويد تو سيرم LDH، فلويد LDH، ممكن فلويد كوليسترول او بيليروبين. طبعا جميع الفحوصات اللي كانت بجدول 13 بتفرق لي ما بين الترانسيوديت والاكسيوديت. طبعا اذا كانت القيم اقل بتكون ترانسيوديت، اذا كانت القيم اعلى بتكون اكسيوديت. طبعا ممكن اشتغل فحوصات جلوكوز اي دي اي، وايت كاونت، ديفرنشيال اميليز، بي اتش. البي اتش حكينا بتقل اقل من 6 في حالات الايزوفيجاس ستراكشر، اقل من 7.2 بوسيبل نيد فور شيست تيوبس، طبعا محتاجين لفحوصات ثانيه. اميليز بيزيد في حالات البنكرياتيتس، حكينا الوايت كاونت اعلى من 1000 يعني اكسيوديت، اقل من 1000 يعني ترانسيوديت.
طيب لو كان أعلى من 1000 وكان الـ ADA هو عالي، يعني الليمفوسايت عالية، بيكون تيوبركلوسس. إذا كانت النيوتروفيل عالية بتكون بكتيريا الانفكشن. طيب لو العينة بلدي، حكينا بنشتغل هيماتوكريت عشان نفرق هذا هيموثوركس ولا يعني بسبب تروما ولا هيموريش حقيقي. ولو كانت العينة ملكي المفروض نشتغل ترايجل سترايد عشان أفرق حالات الكايلوس من السودوكايلوس. إذا هذا التشارت جدا مهم وشرحناه سابقا. نكمل الآن بتاني فلويد اللي هو البيريكارديال فلويد. البيريكارديال فلويد نورمال يا جماعة موجود في البيريكارديال كافيتي بكمية قليلة ما بين 10 إلى 50 مل of the fluid، موجود في منطقة البيريكارديال كافيتي ما بين البريتال كارديوم وما بين الفيسكرال كارديوم. ممكن يا جماعة يصير بيريكارديال افيوجن، يس، وأسبابها ممكن تكون ترانسيوديت أو اكسوديت. طبعا تكون التراكم وزيادة إنتاج للبيريكارديال فلويد في هذا الكافيتي ناتج عن تغيرات ممكن تكون في الممبرين بيرميابيليتي، تغيرات في نبذية الممبرين بفعل الإنفكشن في حالات البيريكاردايتس، التهابات في منطقة الممبرينز بفعل إنفكشن أو بفعل مالجنانسي أو بفعل تروما. طبعا وهذا النوع من الإفيوجن هنعتبره إكسوديت. في أسباب أخرى للإفيوجن ممكن تكون بفعل اليوريميا، زيادة الهيدروستاتيك بريشر أو نقصان الأنكوتيك بريشر زي حالات اليوريميا والهايبوثايرويديزم والأوتو إيميون ديزيزز. طبعا هذه السيستميك ديس أوردرز سبب الديفيوجن هنا اللي ترانسيوديت أو اسمه ترانسيوديت. طبعا الإفيوجن في منطقة التجويف القلب يؤدي الى كاردياك تامبونيت. ايش يعني كاردياك تامبونيت؟ شرحتها سابقا وهي ضغط على عضله القلب. القلب مش راح يؤدي وظيفته بشكل طبيعي اللي هي عمليه ضخ الدم، تمام. ايضا يتم سحب الكاردياك فلويد بطريقه النيدل اسبيريشن بنيدل رفيعه. طبعا لازم المريض يكون في وضعيه معينه، واسم العمليه بيريكارديو سينثيسيس، تمام، بيريكارديو سينثيسيس. اللون الطبيعي لهذا السائل ايضا كلير بير يلو، هذا النورمال. وعاده اذا شفنا لو كان في افيوجن، لو كان المريض عنده افيوجن ولقينا كلير عاده بعتبره اما نورمال او ترانسيوديت، تمام. في حالات الافيوجن بعتبره ترانسيوديت لانه في حالات الترانسيوديت بيكون الفلويد شفاف. طيب لو شفنا بلوت ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون مالجنانسي. طيب جروسلي بلودي طبعا ممكن يكون كاردياك بانكشر، او المريض يا جماعه يعني اثناء عمليه السحب عملنا تروما. ممكن يكون المريض بياخد مواد مانعه للتجلط انتيكواجولانت ميديكيشن لكن اخذها بدوز عالي، ممكن يؤدي الى نزيف في هذا المكان. الملكي ممكن يكون كايلوس او سودوكايلوس، حكينا لازم نعمل ترايجلسرايد. طبعا الترايجلسرايد بيزيد في حالات الكايلوس ماتيريال. طبعا لازم نعمل وايت كاونت، اذا كان اقل من 1000 هو ترانسيوديت، اذا كان اعلى من 1000 هو اكسوديت. طبعا ضروري نعمل ديفرنشال، عاده النيوتروفيل بتزيد في حالات البكتيريا الاندوكاردايتس. المالجنانت سيلز بلاقيها في حالات الميتاستاتيك كارسينوما، ايضا كارسينو ممكن نعمل تيومر ماركر زي الكارسينو امبريونيك انتيجين ايضا بلاقيه عالي في حالات الميتاستاتيك كارسينوما. لازم نعمل جرام ستين وكلتشر للميكروبيولوجي، طبعا بتزيد في حالات الجرام ستين، طبعا بتعطينا بوزيتيف في حالات البكتيريا الاندوكارديتس. بعمل اسيد فاست ستين في حالات التوبيركولار افيوجن، ايضا ADA بعمل ادينوسين دي اميناز في حالات التوبيركولار افيوجن. اذا هذا السائل طبيعته كلير في الوضع النورمال، كلير باليلو. طبعا بيكون تيربت في حالات الانفكشن والمالجنانسي، بيكون بلودي لو في حالات تروما او في حالات هيموريش، تمام، في حالات كاردياك تروما، او المريض يا جماعه بياخد انتيكواجولانت ميديكيشن لكن ميسيوز. ملكي في حالات الكايلوس والسودوكايلوس، وقتها لازم اعمل ترايجلس. ايضا لهذا الجدول السابق كان شامل، الجدول الموجود في سلايد 29 كان شامل للفحوصات البيريكارديال فلويد، لكن نأكد المريض يا جماعة عشان أفرق ما بين الترانسيوديت والإكسوديت بدي أنتبه للجدول الموجود في سلايد 13. طبعا مش هعيدها،
هذه الفحوصات للتفرقة ما بين الترانسفيريت والإكسفيريت. طبعا ضروري نشتغل بروتين، جلوكوز، تراي جلسترايد، ضروري اشتغل كوليسترول، فحوصات سيرولوجي، اي ان اي ممكن اشتغل، ممكن اشتغل كارسين وامبريونيك انتيجين كتيومر ماركر. انبوبة الهيماتولوجي طبعا بدي اعد الوايت، وايت اقل من 1000 يعني ترانسيوديت، اعلى من 1000 يعني اكسيوديت، وعادة اذا كانت النيوتروفيل عالية بتوقع بكتيريا الاندوكارديتس. ممكن الاقي ال اي سيلز في حالة الاس ال اي. في حالات المالجنانسي كمان يا جماعة بعتبر الحالة اكسيوديت، ولازم اشوف اللي هي الميتاستاتيك الميتاستاتيك سيلز، تمام، الخلايا الكانسرز الموجودة في البلورال فلويد او الكارتيك فلويد. بالنسبة لفحوصات الميكروبيولوجي لازم نعمل جرام ستين، لازم نعمل كالتشرينج. طبعا اكتر بكتيريا بتعمل اندوكارديتس الستريبتولستاف، في عنا الادينو فيروس والكوكزاكي فيروسز، تمام. اذا شكين في التيوبيركولار افيوجن بفعل مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس ممكن اشتغل اسيد فاست ستين، ممكن اشتغل كمان ال ADA طبعا بيزيد في حالات التيوبيركولار افيوجن ال ADA لانه بينتج من الليمفوسايت سيلز. اخر سائل عندنا من سوائل السيروس فلويد هو الاسايتيك فلويد او البريتونيال فلويد، ايضا هذا يا جماعه موجود ضمن الكافيتي اوف ذا بريتونيال ميمبرينز، موجود هذا الفلويد في السبيس ما بين البريتال بريتونيا وما بين الفيسكرال بريتونيا، طبعا بنسميه الاسايتيك فلويد، له اسم اخر اللي هو الاسايتيك فلويد، طبعا هو الاسم الشائع اكثر من البريتونيا الفلويد. ايضا يا جماعه البريتونيا الفلويد ممكن يصير للمريض افيوجن، اما بفعل ترانسيوديت افيوجن، ممكن يكون بفعل اكسيوديتيف افيوجن. طبعا اسباب الترانسيوديتيف افيوجن ممكن المريض يكون عنده هيباتيك ديس اوردر، مشاكل في الكبد زي تليف في الكبد ممكن تؤدي الى اسايتيك ترانسيوديت افيوجن. حالات النفروتيك سيندروم كمان مشاكل في منطقه الكلى، تمام، النفروتيك سيندروم ينتج عنها بروتينيوريا، هايبو البومينيميا، هايبو بروتينيميا، وتؤدي الى ديكريزنج في الانكوتيك بريشر. طبعا اي فقدان للبروتينات تؤدي الى نقصان في الانكوتيك بريشر، يعني ترانسيوديت افيوجن. ممكن يا جماعه يكون هذا النوع الافيوجن هو اكسوديتيف افيوجن، طبعا سببه ممكن يكون بكتيريال انفكشن زي حالات البريتونايتس. كمان يا جماعه الانتستينال بيرفوريشن اللي هو ثقب في منطقه الامعاء، او اللي هي انفجار الزائده الدوديه رابتشرد ابندكس اند مالجنسي، ممكن تكون الاسباب مالجنسي. كل هذه الاسباب اللي تؤدي الى زياده البرميابيليتي اوف ذا ميمبرينز او تعمل ليمفاتيك اوبستراكشن هي اسباب تؤدي الى اكسوديتيف افيوجن. هذا السائل ايضا كلير باليلو في الوضع النورمال، بتحول لتيربد في حالات الميكروبيال انفكشن. ممكن الاقي لون هذا السائل جرين في حالات البايل جالي بلادر بنكرياتيك ديسوردرز، مشاكل المرارة او وجود العصارة الصفراوية او مشاكل البنكرياس. ممكن الاقي اللون احمر في حالات التروما الانفكشن او المالجنانسي، ممكن الاقي ميلكي في حالات الليمفاتيك تروما اند ابلوكيش. طبعا البريتونيال لافيش طبعا بيعملوا بريتونيال لافيش لو كان في هيموريش، لو المريض ماخد بلانت تروما انجري، طبعا بيتم ادخال نورمال سلاين ويتم غسل المنطقه لو كان عندنا اكثر من 100,000 ار بي سي بير مايكرون، هذه العمليه بنسميها بريتونيال لافيش. طبعا كأي سائل غير انه بدنا نشوف الابيرانس ولون السائل، بدنا نشتغل فحوصات هيماتولوجي مايكروسكوبيك اكزامينيشن. طبيعي يا جماعه الوايت كاونت في البريتونيال فلويد اقل من 350 سيل بير مايكروليتر، طبعا هذا العدد بيزيد في حالات البكتيريا البريتونايتس لو في انفكشن، ولو في تليف في الكبد في حالات السيروسيس كمان بيزيد.
طبعا ضروري احدد هل النيوتروفيل هي اللي عالية ولا الليمفوسايت، لانه النيوتروفيل بتعلى اكتر من 250 سيل بير مايكروليتر، يعني اكتر من 50% من التوتال وايت. هذا دليل على وجود انفكشن. الليمفوسايت يا جماعة بتعلى في حالات التيوبركلوسيس. تمام. كمان ممكن اللي هو نكشف عن وجود مالجنانت سيلز بشكل مايكروسكوبيك. طبعا واشهر مالجنانسز ممكن اكشفها عن طريق البريتونيال فلويد، حالات الجاسترو انتستينال مالجنانسز، البروستيتا مالجنانسز، والاوفيريان اوريجين. من الخلايا اللي بلاقيها موجودة بشكل طبيعي في السايتك فلويد الليكوسايتس، الميزوثيليال سيلز، وايضا الماكروفيج. كأي سائل ضروري يا جماعة أيضا نشطل البروتين جلوكوز اللي بيقل في حالات التوبيركولار بيريتونايتس والمالجنانسي والبكتيريال انفكشن. الأميليز طبعا بيزيد في حالات البنكرياتايتس والجاسترو انتستينال بيرفوريشن. طبعا حنزود هنا مجموعة من الفحوصات الـ ALB. طبعا الـ ALB بيزيد، هو يعتبر دايجنوستيك تيست لحالات جاسترو انتستينال بيرفوريشن. ممكن نشتغل يوريا وكرياتينين طبعا، وبيزيدوا في حالات البلادر رابتشر، مشاكل المثانة. ممكن اشتغل تيومر ماركرز زي الكارسينو امبريونيك انتيجين. طبعا ممكن اشتغل سي اي 125 اللي هو تيومر ماركر بيكشف لي عن السرطانات المبيض الاوفيريان اوريجين. اكثر فحص يا جماعه يستخدم للتفرقه ما بين البريتونيال افيوجن سواء كان ترانسيوديت او اكسوديت اللي هو السيرم البومين فلويد، سيرم البومين ناقص الفلويد البومين. طبعا هذا السيرم ناقص الفلويد البومين جريدينت، هذا اللي بيفرق لي ما بين حالات الترانسيوديت والاكسوديت في حالات البريتونيال افيوجن. طبعا لا يستخدم في حالات البلورال والبريكارديال افيوجنز. طبعا هو ريكومندد اكتر لحالات البريتونيال افيوجنز. الفكرة انه بنقص قيمة الالبومين في السيرم ناقص قيمتها في قيمة الالبومين في الفلويد. تمام. طبعا اذا كانت القيمة اعلى من 1.1 حاعتبرها ترانسيوديت، اذا كانت اقل من 1.1 حاعتبرها اكسوديت. ناخذ مثال، لو كانت قيمة السيرم البومين 3.8 ملي جرام بير ديسيليتر وكانت الفلويد البومين 1.2، هنقول 3.8 ناقص 1.2 تطلع 2.2. طبعا اعلى من 1.1 يعني الحالة ترانسيوديت. تمام. اذا الحالة ترانسيوديت. مثال اخر، لو كانت الفلويد البومين 3.8 ناقص 3.8، طبعا هذه الحالة اقل من 1.1 يعني اكسوديت. ممكن يا جماعة أزرع البريتونيال فلويد أيضا. أيضا بدي أشتغل جرام ستين، بدي أشتغل بكتيريال كالتشر فور بوث ايروبيك وان ايروبيك بكتيريا. تمام. تشتغل في الظروف الايروبيك والان ايروبيك. طبعا إذا متوقعين إذا شاكين في بكتيريا البريتونايتس، طبعا ممكن أشتغل أسيد فاست ستين كمان ADA طبعا، والكالتشر الخاصة بالتيوبركلوسيس. من فحوصات السيرولوجي ايضا ممكن اشتغلها على بيريتونيال فلويد CEA CA125. تمام. CA125 للأوفيريان والفالوبيان كانسرز. تمام. اذا CA125 اذا موجود والCEA نيجاتيف. تمام. suggest that the source is from the ovaries أو fallopian tubes or endometrium. ممكن تكون المشكلة في قناة فالوب أو المبايض أو الرحم. تمام. فهما التيومر ماركرز اللي بتستخدم للكشف عن الكانسرز في هذه الأماكن اللي هو CA125 هو أفضل واحد. هيك بنكون احنا خلصنا موضوع السيروس فلويد بالفلويدز الثلاثة الموجودة فيه، البلورال فلويد والبريكارديال فلويد والبريتونيال فلويد او الاسايتك فلويد.
المحاضرة القادمة حتكون بعنوان السيمينال فلويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.